We go undercover with Rami Atalla, taking a snapshot of the IO market and a quick consumer tipster. كمية الناس اللي على اللابتوبس وفي ناس كتير بتذاكر، الشباب اللي ورانا شكلهم برضو قاعدين بيذاكروا، وفي العيلة اللي هي البنتين وباباهم ايوه، وكمية البنات اكتر من الولاد. في كنبة على كابلز هناك، وفي جروب ستريت بنات قاعدين على الترابيزة التانية، والغالبية برضو بنات، الدور التاني بنات وتحت بنات، وكل الناس تقريبا يونج ادلتس وتينيجرز، شباب الجامعات والمدارس. اغلبيه الناس محدش بياكل، كله بيشرب. قاعد دلوقتي 7:10، احنا داخلين على سكه. محل نضيف جدا، ايه ده، هم خلاص قعدوا هناك. من المحلات القليله اللي شفته بيقول لك الاوردر هينزل كمان قد ايه. الويتر فريندلي، ذاتس انذر جود ثينج. المكان فعلا نظيف، في الاغلبيه رجاله، في الجروب اللي هم الرجاله اللي قدامنا بس معظمهم فوق الثيرتيز، وفي عائلات كمان قاعدين اهم، بس في برضو كابت الناس الكمل جابوا الاكل ده بعد 23 دقيقه، والبلاتر اللي قدامك ده بعد حوالي ربع ساعه. الساعات 8:10، وفي فاميليز ويونج ادلت تينيجرز، والناس كلها ما شاء الله. المكان زحمه، برافو برافو جدا، والاكل جاي سخن قوي. ولا انت ايه رايك نوره؟ سخن فعلا، سخن جدا، والاكل حلو. كرانشي برجر الجديد من هارديز، الغني بالمكونات، ألذ قرمشه.